هلو ليديز اند جنتلمان، حبايبي كرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. مثل ما انتم شايفين اليوم نزل عنا هذا المتجر تخفيض بلعبه فاير، شيء تمام شيء باللوز. طبعا مثل ما انتم شايفين هون عنا في سكنين جداد، سكنين صراحه معلم بشكل بذكرني بهذول الافلام اللي كنا نتفرج عليهم واحنا صغار، معلم شغل هذول الهنود، هنود الحمر وهنود الحمر، وهيك الشيء هلا شيء معلم. وهذا كمان هذا الشيء سكين بنت، تمام. صراحه انا سكنين ماشي مو شيء حلوات مرتبات. شو الاشياء الموجوده في الداخل هذا المتجر؟ في منجل هون، عندنا منجل شيء تمام، في عندنا هون باقات السكنات ومسكنات، ورقصه هون ضحيكه، رقصه الضحيكه. هل تعرفون رقصه الضحيكه؟ انها رقصه الضحيكه. اوكي خلينا نركز هون يا شباب. وهذا هو اساطير، طبعا ما بعرف اذا هون اذا بيطلع، بما انه عندي الفاير باس ما بعرف اذا بيكون هون عندي بيطلع بيكون بما انه عندي الفاير باس ما بعرف اذا هون بيكون في الفاير باس ولا لا. المهم او ليدي زجت، ما عرف اذا قلت لكم قبل بشده مقطع، لا تنسوا تحطوا باللايكات والشوات والمشاركات وكل شيء باللوز. اوكي ونشوف اول لفه يا شباب كيف راح تكون حظنا. هذول في صناديق الباكجات هذول مثل ما قلت لكم، نشوف اول لفه. اوكي اول لفه مجانا، هل هي طلعت لي شيء 90%؟ او 85. حلو حلو كثير حلو، حسب اللوز كثير حلو. اوكي انا راح اجيب معلم بدون يعني بدون جيبوا السكن 150 جوهره، يعني شيء تمام معلم على واد الالف. حلو، اول شيء بنجيب السكين معلم من دون ما نوجع راسنا يا شباب. حلو، طيب نقول جبنا السكين. يا سلام، لازم نجربه معلم، لازم نجربه هذا بعد شوي، طولوا بالكم. خلينا نعمل له نسبة، خليه على جنب، طولوا بالك. اللي بعده، هون معلم بما انه عارفين اللفة كبسنا اللفة اللي دورها معلم، اعطانا التخفيض. طبعا يا شباب انا يعني انتم اذا بدكم تجيبوا الشيء خذوا دائما التخفيض العالي على الاشياء العالية، فهمتوا علي شلون؟ مبين معلم حبيبي والله باللوس. 75 حلو، كمان حلو. قول 75 معلم، بدنا نخلي 90 نجيب فيها ال نجيب لنا شيء نجيب ال طبعا والله معلم 75 خلينا نجيب ال نجيب ال نجيب 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 شو نجيب؟ 75% معلم تستحق نجيب ال خلينا نجيب البطاقة تلزم. حلو حلو تمام، ونلف لفة المجانا معلم، نلف لفة المجانا نشوف، نجيب السكين للبنت شو يطلع 90. بينين كمان حلو، بينين يعني شوف والله حظها حلو ترى، ها الحظ كثير حلو، الحظ مرتب حلو. خلينا ناخذ سكين البنت مثل ما اتفقنا، تمام نمشي لهون، حلو جبنا سكين البنت تمام يلا جاهز. اوكي وخلينا نلف اللفه، بما انه يعني اخذنا اهم الاشياء صراحه، عند اهم الاشياء هذول البقيه تقريبا كلهم عندي. هيك شباب يعني نجيب المنجل، نجيب المنجل وبس خلاص، الباقي الاشياء يعني هنن عندي اياهم صراحه. او 65 اجيب المنجل، نجيب المنجل حلو، نعمل لفه ثانيه كمان 90. اوه 90 معلم والله، فرض مره نجيب معلم ال 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 الهي حلو. او يا سلام، او مغير الافكت شباب، يعني السعر شراء وكذا. او عجله الحظ والله تمام، في تغيرات في تحسنات حلوه تمام، بنسبه 50% معلم او 60 حلوه. نجيب هالبطاقه البطاقه الحاضنه معلم، يا سلام ولفه الاخيره 55 ان شاء الله، 55 يا معلم. بالنسبه للرومات شباب ما يستاهل رومات، لانه منزلين لعبه فري فاير رومات الساعات صاير يعني اي ما مكان ما فهمت الا معلم. اوكي يعني الشيء الحلو شباب طلع لي كل شيء بالاول، يعني كل شيء طلع اول شيء مرتب. اوكي هي بكون جبنا الاهم الاشياء اللي عندي شباب اللي عزبتني، باقي الاشياء اللي هن عندي اياهم. والان نتجه الى التفتيح. طبعا يا جماعه اول شيء نجرب السكين البنت، طبعا ليديز فيرست يعني خلاص فهمت علي شلون معلم، يعني اللوس نجي لهون نفتح لهون نفتح شخصيه البنت هاي نشوف شو وضعها، نعمل التزويد وندخل على التدريب لنشوف الشكل تبع السكين هذا الجديد باللوس. طبعا شباب الدنيا عندي صباح، ونفس الوقت يعني مجهزين القهوه، يعني بصحى قهوتكم الصباحيه. اوكي هذا نشوف. بالمناسبه يا شباب فانا فتحت قناه جديده على اليوتيوب يا اساطير، ما اعرف اذا بتعرفوا، اذا بتعرف اذا ما بتعرف حبايبنا الله يسعد اياكم، عم ننزل لكم محتوى هنيك شو باللوس الالعاب. يا سلام ما عليكم شباب، تدخلوا على الرابط الموصوف تحت بالوصف، قناه جديده شباب، اتمنى كل الصوره شباب اللي ما اشترك يروح يشترك، وتروحوا تعطوا رايكم شباب اخر مقطع نزلته، اخر مقطع نزلته ترى تعرف شو نار. المهم انا اليوم شباب بدنا نتهود شخصيه البنت اللي بسكن البنت عفوا. تمام شعراته وقناع حلو، شيء مرتب
في شغله يا جماعه، لكن اللاعبين فري فاير يلعبوا بشخصيه بنت. انا جربت فتره مع لم ما قدرت يا جماعه. بس شو بتقدر يعني اتذكر بقصد على الذكور، شو بتلعبوا شخصية بنت يا جماعة. اوكي المهم خلينا معلم، اكتبوا بالتعليقات، اكتب. الف مبروك، راح يحصل هذا الكود يا ساتير، هذا كود شباب بلوس، خليكم تحصلوا عليه تاخذوه، مبروك راح يحصل عليه معلم. خلونا نفتح الحسبة الشب، ليتس جو، خلونا نجربها هالمرة يا سلام. طبعا حبايبنا راح يكون في توزيع كود على 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 على, على, على الستوريات ان شاء الله يومين، ان شاء الله يوم الجمعة، تابعونا تحت. هات لنشوف، ندخل نبربر معلم، تعرف راح تقبل ام 4 معلم، هيك ام 4 هذا الحمله مطور لشيء، شوف نبربر هذول المصحيات، شوف الوضع شلون. بس حتى نسكي مش بشي حلو. السلام عليكم. قول لي. قول اي 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 يهديك يا رب يا ماتن. صراحة سكين يعني ليش تضربني؟ ليش تضربني؟ ليش الام 4 يا زلمة والله ليش قاعد شوف هذا باو بربر والله قتلته انا كمان قتلته نو اصبروا شوي هذول معلم على الصبح انا بدي اظبطهم طولوا لي بالكم اخذنا الاسلحه اخذنا لهم الاسلحه المرتبه معلم اخذ الام بي 40 معلم هذول طول بالك يلا نروح نجي لهون ايوه يا جميل شوفوا التلج يا شباب احلى يا اخي ليش تغدروني ليش الغدر لا حول الله تعال نفرجيكم على المسرح تعال هبط تعال وش تعملت له؟ يلا ورا 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 السلام عليكم والله هربت منه يا ربي نايت فيري نايت تعال اوه والله شيء فايش لحد لا ما بعرف معي دم شباب بليز لا يلا جابوني او بلا اوكي يا ساتير هيك تمام انت قلت ربنا السكنين وشي باللوز طول بالكم شباب طول بالكم وهي كمان كود تاني يا اساطير لعينكم يا احلى ناس الف مبروك راح يحصل عليه اللي بيحصل عليه شباب اعملوا تاك على الانستغرام يعني شي باللوز ولا تنسوا شباب تتابعونا على قناتنا الجديده الله يسعد لياكم يعني اللي وصل هذه اللحظه معلم هي دل انه تابع من اول مقطع لاخر مقطع كفو عليك نشوفكم على خير السلام عليكم.